طبعا الحديث حول هذا الموعد معنا عبر الهاتف السيد عدلي الأنصاري، خبير الثروة البحرية والاستزراع السمكي. طبعا بداية، تعد يعني هذه مخالفة صريحة للقانون على الثروة البحرية وطبعا المخزون السمكي في مملكة البحرين، ما خطورة استمرار مثل هذه الممارسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر تلفزيون البحرين لتاحتنا هذه الفرصة لبيان ما مدى خطورة الصيد الجائر اللي يمارسه في صيد الروبيان، خاصة اللي يستخدمون فيها الجرف القاعي اللي يسمى بالكراف. فهذه طبعا صيد الجائر له تأثير كبير ومدمر على البيئة البحرية، ويعتبر استنزاف للأحياء المائية سواء كانت أحجام كبيرة أو أحجام صغيرة. نعم. طب إذا يعني هل ترى يعني اليوم أصبح لزاما اتخاذ إجراءات عاجلة من الناحية طبعا العملية أو حتى القانونية لوقف مثل هذه الممارسات التي يعني تتسبب في إنهاك المخزون السمكي؟ طبعا الوزارة، طبعا وكالة شؤون الزراعة والثروة البحرية، نعم، قامت بإعلان بتشكيل 3 فرق رقابية خاصة بالصيد للرقابة للمخالفين لصيد الأسماك. منها لجنة تعني بالمرافق البحرية وتراقب جميع المرافق في مملكة البحرين، نعم، ولجنة أخرى تعني بمراقبة الأسواق، ولجنة ثالثة تعني بمراقبة محلات بيع الأسماك. نعم، تفضل. نعم. إذا تكلمنا عن اليوم، طبعا اللي قامت هذه اللجان فقد تم اليوم بضبط ورصد أكثر من بانوش في مرفأ المنامة لصيدهم للأسماك عن طريق طبعا الجرف. هي طبعا هاي شباك من شباك اللي الخاصة بصيد الروبيان، نعم، وجدوا فيها طبعا صغار الأسماك الصافي والقرقفان تقدر ما مثل ما تفضلتوا تقدر بأكثر من نصفا، نعم، بأحجام تقل عن الحجم المصرح له. نعم، السيد عدلي الأنصاري، خبير الثروة البحرية والاستزراع السمكي، شكرا جزيلا لك.